حضرتك تابعت امبارح التشكيل طبعا الحكومي الجديد، شايفه ازاي التوليفة بتاعة الحكومة الجديدة؟ هي حكومة شابة جاية من جاية بكفاءات من خارج الصندوق، يعني أسماء كثيرة لم تكن مطروحة من قبل. لذلك المدة اللي قضاها الدكتور مصطفى مدبولي في المشاورات كانت طويلة بس كانت مطلوبة. إنه كان بيبحث عن شخصيات جديدة لم تستهلك، يعني من الممكن ان تمثل يعني علامات استفهام لدى النخبه والراي العام، ولكن تاريخها في عملها الوظيفي قبل التكليف كان مشرف. كلها مجموعه من الكفاءات والخبرات في مجال التخصص. لذلك انا بنضم اليكي في ان احنا متفائلين، انا متفائل بهذه الحكومه بانها حكومه جني الثمار، يعني هذه حكومه تجني الثمار ما تم انجازه على مدى 10 سنوات وتحمل عبء المواطن المصري. لذلك الرئيس كان صريح تماما في خطاب التكليف اللي وجهه للدكتور مصطفى مدبولي انها عليها انها تخف معاناه الناس، ودي لاول مره نسمع هذا الكلام، ان احنا يبقى الكل متفق الكلمات يعني المشتركه على الناس، ان الناس تخفيف العباء وان تريح الناس. دي كلمات كانت تقريبا غايبه عن الاعلام، غايبه عن كلام غايبه عن الوعود في الفترات السابقه. لذلك هذه الحكومه فعلا هي حكومه ان شاء الله لو يعني اقصت النوايا ممكن تنال رضا الناس، وده هدف كل الحكومات في الانظمه الديمقراطيه. طيب خلينا نتكلم شويه عن فكره الوزارات ودمج الوزارات وفي وزارات جديدة، يعني مثلا بقى عندنا وزارة الاستثمار بعد ما كان تم إلغائها وبقت هيئة رجعنا تاني لوزارة الاستثمار. شايف برضو الدمج واستحباس الوزارات، ويمكن دمج الحقائب قلل عدد الحقائب الوزارية. ده بس ده يعني الناس بعضهم يقولك ان الحوار الوطني متوصياته لم تنفذ، ده مش صحيح. يعني انا في الحوار الوطني طلبت بالدمج وطلبت بان يكون عندنا وزارة الاستثمار، وبالفعل تم تنفيذ، وفعلا تم، وهذه المطالب كانت على الهوى، وقد ممكن الوحيد اللي انفرد بهذه المطالب في الحوار الوطني. لان احنا مصر حاليا محتاجه استثمارات، وتجربه الاستثمار المباشر تجربه جت هي يعني بعثت حيويه في الخزينه العامه للدوله. اتفاقيه تصلحنا راس الحكمه بشروطها الممتازه منحتنا حوالي 35 مليار دولار صحصحوا البلد لحد ما. لذلك احنا محتاجين بقى وزاره الاستثمار تكون دي شغلها الشاغل، ما يكونش بقى مساله يركز فيها رئيس الوزاره ومجموعه الوكاليه كلها، لا قاعدين بقى حد يقوم بهذه العمليه. لذلك وزاره الاستثمار هي تناسب المرحله. احنا مقبلين على استثمارات مباشره كثيره على غرار راس الحكمه، لان ده عقد نموذجي، انا بجانب ان انت بدخولك مباشره في الخزانه العامه 36 مليار دولار، انت بتاخد 25% من ارباح المشروع صحيح العمر كله. فمثل هذه المشروعات